عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ذهب عيسى إلى العيادة المجاورة لثلاجة الموتى ليرى من أين يبدأ عمله عندما يصبح في اليوم التالي. فأول ما مشي من أمام ثلاجة الموتى إذا بالكهرباء تنطفئ فقش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، شكرا على دعمكم المتواصل. اليوم لدينا قصة جن حقيقية حدثت في اليمن وبالتحديد في محافظة حجة بمستشفى مسكون. قبل أن نبدأ القصة لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فضلا وليس أمرا اضغط لايك الفيديو وشارك في القناة ويلا نبدأ بالقصة. ثلاجة الأموات قصة حقيقية حدثت في اليمن. تدور أحداث هذه القصة حول مستشفى قديم جدا يقع في محافظة حجة في اليمن، وهذا المستشفى بني في عهد العثمانيين وقد بنوه الأتراك العثمانيين. إن المستشفى ضخم وكبير جدا ويقال أن بجدرانه كتابات ونقوش قديمة جدا ربما قد تكون للعثمانيين الذين استعمروا اليمن قديما، ويوجد بداخله كما يوجد في المستشفيات الأخرى. ولكن الممرضين وحتى العمال يخافون من ثلاجة الأموات الموجودة بداخله، يا ترى ما سبب خوفهم منها؟ والآن نبدأ بقصة عيسى، والذي يقول بأنه منذ سنتين جاءه شغل إلى محافظة حجة. وطبعا عيسى يعمل بالديكورات، فقرر عيسى أن يذهب إلى حجة ليتمم عمله هناك. ولو تعرفون أين كان الشغل تبعه لتصابون بالذهول، لقد كان شغله في المستشفى المسكون الذي تحدثنا عنه منذ قليل. لم يكن يعلم عيسى أي شيء عن هذا المستشفى، فسافر عيسى إلى حجة ليبدأ عمله بالمستشفى. وعندما وصل عيسى إلى حجة كان تعبا بعد السفر، ففي أول يوم له بالمستشفى قرر أن يرتاح ويبدأ العمل من صباح اليوم التالي. المهم ذهب عيسى ليتعشى، وبعد أن انتهى من العشاء عاد إلى المستشفى. كان أيضا في هناك عمال آخرين منهم الكهربائيين والمرنجين والمبلطين. المهم قعد عيسى معهم وتعرف عليهم، وبعد أن تعرف عليهم عيسى قعدوا يكلموه على المستشفى وثلاجة الموتى الذي فيه، وأنه لا أحد يجرؤ الاقتراب منها من شدة الخوف. كانت الثلاجة تبدو مرعبة جدا وتفوح منها رائحة كريهة لأن الكهرباء تنقطع في المستشفى. المهم قعدوا يكلموه من أشياء غريبة تحدث في المستشفى وأنه مسكون بالجن، ولكن عيسى لم يهتم لكلامهم أبدا. فعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ذهب عيسى إلى العيادة المجاورة لثلاجة الموتى ليرى من أين يبدأ عمله عندما يصبح في اليوم التالي. فأول ما مشي من أمام ثلاجة الموتى إذا بالكهرباء تنطفئ فاقشعر بدنه وشعر بخوف شديد. لم يعلم لماذا خاف هذا الخوف بكله، حتى أنه تسمر في مكانه وأحس بأن أقدامه ثقال، وقال أنه بالكاد استطاع الخروج من الممر إلى باب المستشفى. وهناك رأى الحارس وارتاح قليلا، ثم شرب الماء وكلم عيسى الحارس بما حدث معه. فقال له الحارس أنها قد حدثت حادثة غريبة من قبل. قال له أنه منذ فترة كان هناك اثنين عمال كانوا ينامون في البدروم تبع المستشفى، وبعد أيام قليلة فقدوا عقولهم فأصبحوا كالمجانين ولا أحد يعلم ما الذي حدث لهم في بدروم المستشفى وجعلهم يفقدون عقولهم. بدأ عيسى يعلم أن بالمستشفى أمرا غير طبيعيا أبدا. ثم بعدها ذهب للنوم، وفي صباح اليوم التالي بعدما قام من النوم ذهب ليصطبح وبعدها يبدأ بعمله. المهم كمل يصطبح وبعدها عاد للمستشفى ليبدأ بعمله. بدأ بعمله والأمور تسير على ما يرام طبيعية جدا، ولكن بعد ساعات قليلة من عمله كان يشتغل فوق سقالة طبيعية، وهو قاعد فوق السقالة آمن بيشتغل، إلا وبالدوسة تبع السقالة التي قاعد يشتغل فوقها ترتفع إلى الأعلى فجأة وبقوة كبيرة حتى يسقط عيسى على الأرض ويصحبه المقص الذي يشتغل به ويسقط عليه مسببا له ألما شديدا. وهنا عيسى أدرك بأن المستشفى مسكونا فعلا بالجن، وأن من قام برميه من فوق السقالة ما هم إلا جن. ويقولون أيضا أن أحد الكهربائيين الذين يشتغلون الكهرباء في المستشفى لمسته الكهرباء ومات على الفور. حقا مرعب، والمستشفى موجود إلى الآن في حجة. ونكون هنا قد وصلنا إلى نهاية قصتنا اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم وأراكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، وتحياتي وأشواقي لكم.